هاي جيرلز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. شوفوا، انا عارفه راسي دايره معكم واحد الغلط كبير، هو انني غبرت على يوتيوب. صراحه ماشي لخاطري، ما عرفت شنو كان جاني، عجزت على يوتيوب، ما بقيتش قادره كاع نصور. وبني كنت كنصور اون فترة، والله العظيم كنت كنصور، غير هو ما كنتش كنحط لكم لي فلوغ. بحال دابا هذا الفلوغ هذا كان خاصني نحط لكم تقريبا هادي شي شهر، وتعطلت وصورت لكم بزاف لي فلوغ، مي مازال يلاه كنمونطيهم باش ان شاء الله نبدا نحطهم لكم هاد لا سيمين تنتوما، باش تحفزوني نبقى نحط لكم بزاف لي فلوغ. عافاكم، ديروا لايك، ديروا كومونتير، تفاعلوا معايا كما انا كنوض كنتشجع كنصور لكم. كيجيو بنات في انستغرام في تيك توك يقولوا لي رانيا علاش ما بقيتيش كتحطي في يوتيوب. صراحه انا كنبغي نحط، ولكن ملي كنلقى التفاعل شويه ناقص، ولا كنلقى واحد الفيديو ما عليهش اقبال، بحال كنعجز ما كنعاودش نقدر نزيد نصور مره اخرى. ان شاء الله بحول الله، اي حاجه كتبغي المثابره، اي حاجه كتبغي مجهود، بحال دابا هنايا كما كتشوفوا، اول حاجه كنت كنصور لكم لي زاكسسوار اللي مازال ما حطيتهمش في لاباج، اللي هي ransu.jawalipanshop. دول البنات اللي انتريسي بلي بيجو، اللي كيعجبوهم لي بيجو، سوا فلاسي سوا فليكسبي، لي موديل ديال الذهب، لي موديل اللي كيكونوا طوندونس. راه جايبين لكم بزاف ديال الحوايج زوينين، وان شاء الله دابا نصور لكم حتى لا غيفاج اللي كنت دخلت. البنات شوفوا، بلا ما نحتاج نشرح لكم بزاف، نتوما راكم عارفين، ديروا خدمتكم، دخلوا لا باج، قلبوا، غتلقاو بزاف لي تروك باثمنه زوينه مناسبه. هنا اول حاجه درتها هي بارطاجيت معكم بيهايند ذا سين، الكواليس كيفاش كيدوزوا ديال التصوير، كيفاش كنلصق داكشي، كيفاش كنصوروا، حقاش بزاف البنات كيعجبهم بحال هاد لي ديتاي هادو، داكشي علاش حاولت نبارطاجيهم معكم دابا في هاد لا فيديو. وصراحه داكشي زوين يا البنات، كيحمق كما كتشوفوا، حاجه كتنسيكم في حاجه. كاينين لي كولي اونيكس بي، كاينين لي كولي فلاسي، خلاص راه انا تما كنجاوبكم، كنكون زعما 24 ساعه على 24 ساعه تما اكتيف معاكم. اي حاجه تعجبكم لقيتو لو بري ديالها ما محطوط، صيفطوها لي بريفي بيان سور، كنجاوبكم على زعما لي ميساج ديالكم. السيرفيس عندنا زوين بزاف، البنات كاملين كيعجبهم السيرفيس، لحقاش كتصيفطوا لينا كنجاوبوكم، كنعطيوكم الخاطر. دونك انا ماشي من داك النوع زعما اللي غادي كنبيع ليكم وصافي، لا بالعكس، كنعطيكم الخاطر وكلشي، وبلا ما نحتاج نشرح لكم بزاف. البنات مرحبا بكم كاملين، راكم صحباتي خواتاتي، دونك اي حاجه تخصكم على راسي العين. صباح الخير، شوني غادي نمشي للطبيب نجيب الدواء، لحقاش صافي طلعت لي تريتمون اللي كنت متبعاه هاد الشهر هذا. نورمالمون غادي نبقى متبعه تريتمون 6 شهور، دابا طلعت لي تريتمون ديال هاد الشهر. دونك دابا قلتوني يلاه لبست، جمعت هنا داكشي كامل اللي غادي نحتاج، سوف كو غادي ندير دابا غير البارفان، غادي ندير هادي، صراحه كتعجبني هادي جاست واو ديال غوزيليا. المهم هذا لا مارك اللي درت معاهم كولابوراسيون ديال لي بارفان، صراحه عندهم هادو وعندهم حتى هادو، هادو هذا رقيقين، هاد صغيورين صراحه حتى هما واعرين، بشحال هادي اللي كنت درت معاهم لا بوب، وصراحه شنقول لكم لي بارفان عندهم واعرين. البس ديال البيسه اللي لبست دابا، لبست هاد لو توب هذا في النوار، لبست هاد الكارغو بانتس، ولبست هاد التريكو كنت شريته العام اللي فات، صراحه زوين ومصدق ليا. واخا نورمالمون مكنشريش بزاف الحوايج من لي بوتيك اللي تيكونوا هنا في المغرب، اكثر كيعجبني ناخذ من شي انو من سيت الاخرين، ولكن هذا صدق ليا زوين، الكاليتي ديالو زوينه، ومع دابا اليوم الشتا تبارك الله ما شاء الله طاحت، صوب قلت غادي نلبسو، ولبست في رجلي افورس بيضا، شعري جمعته بحال هكا، ودرت لي بيجو، ودرت هاد لي بوكل هادو. غادي نهز هاد الساك هذا ديال ارميس، هذا الفيك د ارميس، هذا هو الساك اللي غادي نهز دابا. صافي هادشي اللي كاين اختي، المهم نمشيو نجيبو دابا الدواء ونتبعو التريتمون ديالنا. ليتس جو. هاي، عرفتو شنو اكتشفت اليوم الصباح؟ اكتشفت انه مبقاوش عندي نضاضر، ماشي مبقاوش عندي نضاضر، دابا انا نضاضر عندي نضاضر، ملي غادي نجي للدار غادي نوريكم نضاضر، ولكن نضاضر في الكحل مبقاوش عندي. تخيلوا معايا نضاضر في الكحل مبقاوش عندي نهائيا، خاص
خصنا ان شاء الله بحول الله ندير شي كوموند في اقرب وقت في اقرب وقت عتوم فقط باش هاد الحوايج. كنحس براسي دابا واحد الاحساس بشكل المعاناة ديال الناس الاغنياء. هذه المعاناة الناس الاغنياء دابا انا ربي علاش ما حطيتش شي عائله غنيه؟ لحقاش يكون عندي مشاكل بحال هكا؟ نبقى نعزل، نبقى نتلف الى طوموبيل نشري، نبقى نحير فينا دار غنبات، واش في ديك الدار، واش في ديك لابارتمون، واش ديك الفيلا، نبقى نتلف الى ساكن هز اليوم، نبقى نتلف الى ندير داكشي علاش ربي داكشي عطى لي على قد الحال. صافي غيرز لا كنضحك معاكم، الله يسهل علينا كاملين ان شاء الله يا ربي، والله يعطيه كل واحد اي حاجه كيتمناها في خاطره، وحنا راه ضحكين. الا ما ضحكتش معكم عمرنا نضحك، ما تخبعونيش الله يخليكم، خليونا نضحكوا. جايز دابا انا خدت الدواء، شوفوا شحال ديال الدواء، ايماجينيو معايا دابا هادشي هذا شي 5 د البواطات وانا كنشربهم دابا هادي تقريبا شهر، ودابا مازال عاوتاني هاد الشهر هذا المهم عندي تخاتمون فيها 6 شهور، ولكن دابا هاد شهرين دايزه عندي سبيسيال عتو الدوخه الردان، المهم دوك الاعراض كاملين اللي كيجيو للمراه الحامله، اللي كيجيو الناس اللي كيقولوا يلا فتحوا ديك الاعراض كامله عندي. ودابا عندي المعده تاهي قتلاتني، خصني ناخذ الدواء ديال المعده. شوفوا شحال الدواء، شوفوا اختكم راني المعاناه. هاي جايز شكون بحالي؟ في البرد كيعجبني نطلع هذا بحال هكا. البنات دابا لقيتوني غاديه لعند اختي وغادي نتلاقاو مع صاحبتنا، المهم هاد البنت كانت صاحبت اختي ولات من بعد صاحبتي انا واختي. غادي نمشيو نتلاقاو معاها ومن بعد غادي تجيب لينا كادو ديال لانيفرسير ديال اختي. يس غادي نبارطاجي معكم، جبت واحد الكادو البنات واعر كيحمق، لا ما حرق لا ما راح يحرق، خليكم معنا غادي نشوفو من بعد شنو غادي نديرو داكشي. المهم نقدر انا نمشي ناخد دوك لي تخوك لي ناقصني، يا اما دابا يا اما في الفلوق الجاي، المهم على حساب ان شاء الله بحول الله. غادي نمشي داكشي اختي ايطاب باغ ايطاب بلا ما نحرق المراحل. دابا غادي نوريكم الاوتفيت ديالي خطيره رائعه. باي ذا واي جيرلز انا ما درتش ميك اب كاع، درت غير الليبستيك هو اللي درتو، هاد الجاكيطه وزيت هاد الساك هنا، المهم راه وريتكم البيصه. المهم لبست كلشي في النوار اصلا كاين البرد خلاص. بالنسبه للاكسسوار درت هاد لاباك وهاد الكولي وهاد لي بوكل هادو، ودرت هاد لاباك عاوتاني هنايا كنبارطاجي معكم اختي كلشي. الاكسسوار غادي تلقاوهم في لاباج ديال لي بيجو ديالي اللي هي راسو بوان جا ولي بوان شوب. بالنسبه للمقبض درت هذا شكاين، دابا كنفلوغي لكم بالتليفون حقاش الساك ديالي صغير ما غاديش يهز لي الكاميرا، كنفلوغي غير بالتليفون و حتى هو الكاليتي ديالو زوينه. Oh, c'est le rang. Oh my god. Wow. هادي جاتك زوينه غير السروال ما جاش معاها وصافي ياك. دابا كي جاتكم زوينه؟ شنو قلتي انت كتاب ما عجبتكش في الكتاب؟ الكتاب جاوني منفوخين، ولكن هنا لبست تحت منها ما عرفتش، ولكن شوفي سهيله شوفي ناديه هي زوينه. هذا هو اللي خارج طنبات حتى الكريم. لا راه شوفي سيري جيبي جيبي الام وشوفي كي غادي تجيك ونشوف واش بصح الكتاف جاي زايدين غير من لاطاي. انا بغيت ناخذها اوفر سايز هكا ما غتاخديه
وحده حطيها تما باش تزيد وحده بوحده. دونك جيرز دابا لقيتوني لا صور تصاك اللي جابت لينا ناديه لختي كادو لينا كادو ماشي غير اختي. فوالا كما كتشوفوا البنات خطير الصراحه واعر كيحمق ميمكنش حال زوين انا براسي حمقني عشو واعر اونجي غي لوريجينال عشو البنات خطير شوفوا كيجيب بهذا الشيء ديالو المهم بهذا الوراق وداكشي ومن الداخل هاتوا راه فريمون كيبان اوريجينال شوفوا من الداخل البنات راه كبير ونوريكم شنو فيه شوفوا تخيلوا تقولوا اوريجينال واعر بالنسبه لهذا البنات راه جانا كادو دونك انا ما عارفاش منين مي غتلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال هاي كوبي وبالنسبه للسلسله ديالو راها لاسي انوكسيدابل دونك ما كيتبدلوش لا كولور ولا شي حاجه تعديت عليه بس نقلب فيه هكا وهكا فريمون واعر كيحمق ميمكنش حال زوين خطير البنات دابا لقيتوني دايا واحد لا كوموند اول حاجه هاد السلسله هادي اللي كتجي فيها جوج في واحد هادي راه اون لاسي انوكسيدابل شوفوا البنات شحال زويونه كتحمق هادي غادي نديها للبنت دابا دايره معاها دابا وهادي اللي فيها الفان كليف ولي بوكل ولا باغ والكورميت هادي البنات اونصامبل ماشي اونصامبل يا راه اون فات كل حاجه بوحدها ولكن البنت داتها زعما دات لا كولور غير نفس لو تيم بعدا ديال لا مارك الفان كليف ودات نفس لا كولور باش يجي هذاك الشيء اسورتي هذا غادي نصيفطها في امانه وهذه غادي نتلاقى مع البنت غير دابا وموراها غادي نمشي ندوز لا سانيساس يا ربي نلقاها حاله حقاش دزت البارح لقيتها ساده يا ربي نلقاها حاله وصافي غادي ندي هذه باش في العشيه غادي نطلع انا واختي نديرو شوبينغ لقيتوني دابا لبست حوايجي عشان ما عرفتش ما نلبس اصلا فهاد لا سيزون ما كتعرفوا ما تلبسوا اول حاجه درتها هي درت هاد النظاظر البنات اللي يسولوا عليهم راهم شيئين مبوقه شعري بدا كيتزيد خصني نغسلو نورمالمون هادشي دابا كامل تشوفوني دابا غنديرو ماكش كاع وانا نديرو اليوم كان عندي بروغرام صدق لي بروغرام ولكن بيزنس از بيزنس دونك ما نبقاوش اختي نعكزو ميكو على الشغل ديالنا صافي البنات لبست هاد لا شوميز هادي لبست هاد الساك هزيت هاد الساك المهم درت فيه داكشي كامل ديالي لبست هاد السروال ولبست لي اوك في رجلي هادي اللبسه ديالنا تفكرت كي كنمشي الامانه ديما كنلقى مشكل ديال ستيلو دونك خاصني ندي معايا ستيلو وصافي اختي المهم هو داكشي كامل اللي عندي هنا هو داياه هنا دايره لا كوموند خصني كارطونه لحقاش امبالاج تسالى ليا الكراتان لي بواط وداكشي كامل تسالى ليا خصني ان شاء الله هنا نجيب عاوتاني سلعه دابا غادي ندخل لاغيفاج جديد هاد السيمانه وان شاء الله من موراها غادي نشوف غادي نقاد لاكارت فيزيت ونقاد داكشي كامل المهم ما نحرقش عليكم مراحل ان شاء الله داكشي كله غادي يتصايب مع الوقت تخيلوا معايا البنات عندي الحريق من هنا مشكيت عليكم من راسي من اللور راسي كيضرني بزاف ما عرفتش علاش المهم هاد الصباح هذا صبحت ماشي هذيك اصلا البارح ملي خرجت عييت 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 دابا تو راسي كنحس به من هنا غير طرطق سو جيرز داركم عارفين ديما كنقول لكم انا صاحبتي الدار كامله الناس كاملين اللي كنعرفهم ديما كنصايبو عند سناء الصالون ديالها اللي هو كوان اف ام بالنسبه للبنات مكناس الصالون كاين في المنصور بالضبط انا نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها ان شاء الله مين تكونوا جايين عندها صيفطوا لها غير ميساج شدوا بعدا الغونديفو ديالكم سوغ انستغرام راه تما مخلي لكم حتى النمره ديال الواتساب صونيو عليها الا كنتو ماشي من داك النوع اللي كيعجبكم تهضروا بزاف زعما في لي ميساج كتصونيو عليها كتشد لكم الغونديفو كتسولوها على لي بري بيان سور لي بري البنات زوينه مناسبه الخدمه ديالها متقونه كتحمق كتصايب لو جيل على حقو طريقو كدير البروتين الكلاصاج كيراتين البلاياج اي حاجه كنتو باغيين تصايبوها لي سيل بيرمانونت لاستير كولوراسيون اي حاجه اي حاجه فريمون داكشي كامل توسكي بوتي لي سوان دو فيزاج دونك لي فين نتوما اي حاجه تحتاجوها صيفطوا لها غير ميساج راه التعامل ديالها زوين وكتحسوا براسكم بحال اللي جالسين في الدار ما غاديش تقنطوا نهائيا ومرحبا بكم كاملين Thank you.
تشفري من تما شنو كتشفري حصلتي؟ غنقولها لسناء منين غادي هادي انا ما غندير صالون. يلا جلسي نادا ورينا الديزاين اللي بغيتي. يلا جلسي جلسي خلاص ضربيني مسكي دروك مع التقلب. علاش كتقلبي؟ تقلب على شي سؤال مطروح. غندير البيبي بابور كنشوف الالوان ما فهمتش بغيت نبدل الراي ديالي زعما. ها هو هو بغيتيه؟ لا انا بغيت لوغوج اريد اريد شيري شيري دابا واحد الدازاين خارج طوندونس ولي بغيت نقادوي انا ان شاء الله. واو 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 خشين نشوف فين هو راه كولا اللي صورتو. شفتي هذاك راه هو زويون هذا. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد شوف كيبان كيدبا كيدبا اختي. نعم اختي. او شوفي لي شي ديزاين نديرو معاه ديري البيبي بومر. ما ديري حتى شي شنو هذيك اللي كاينه. ما نديرش انا الديزاين انت عارفه انا باغا ديري الديزاين مع بيبي بومر. شي ديزاين خفيف اجي نقلبو في بينتويست اجي. غندير السلام الاخوه الاخوات. المهم دابا جينا مع الاخت ديالنا ندى كتصايب النيلز ديالها ودابا من اللحظه وحنا هنا من اللحظه سكتة مستحملة وفي الجوع وفي الموت الجوع وفي النعاس وفي الجوع. انت انت معروضة انت محتارة بالعشية. ماشي حتارة اسمحي لي انا غنتزوج عروس عروس. لا جا داكشي كلشي على غفلة. اسمحي لي ولكن عرفت غير على رانيا. لا بنتك ولتي قبل من الوقت. اوه سي مينيون سي تري مينيون سي تري جونتي سي تري جولي او ماي جاد. نايستر بيكن ماي بيك اختي بغيت بحال هاد الماما نشريه لك. زوين رائع حبيتيه. دابا تركبي معايا الا كان عندي تركبي معايا الا كانت عندي الطوموبيل. هادي بدري لا هادي لا هادي شوفي الا كانت عندي هاديك الياس هاديك تشري داك المرسيدس ونركب معاك هادشي هادشي ديال الفقراء ما كنبغيش انا وما عنديش معاه وما كنبغيهش. شيماء شيماء واجهني انا صراحة حبيت هاد لاكولاغ وحبيت داك الموف وحبيت داك البلو اللي فيه لي بايات. دابا انا بغيت بحال هاد اللون بحال هاد لاكولاغ ولكن بوردو. ولكن انا ماشي بوردو بوردو ولا في الكري صافي. وحبيت غادي نعطيك هذيك اللعيبه لي بايات اما نديرها لك انا اما ديرها لك انا بحال بحال اللي حبيتو. المهم وحده فيكم دير فيا الخير راه هاد الضفار هادو راه شي شهر وانا بيهم. يلا الاخوه الاخوات الجرحه جيتي لصقتي فيا بنت صافي. الا بغيت نحس لا فيديو نحبرك على هذيك اللعيبه اللي على الحمراء. انا داك التعلم تصورت بدات فلوغك.